وفقره الحموات. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام حبيب قلبي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا حبيبي، والف مبروك. كل سنه وانت طيبه است الكل، والف مبروك. بص بقى، بص يا حاج، الفقره دي اسمها بصراحه، وانت حضرتك باين على وش حضرتك مش هتكذبي، بس حضرتك انت لو كذبتي، بص يا است الكل، في ورا جهاز مع واحده من اليابان. بص حضرتك بعد اذن حضرتك اهي، بص يا امي، لا خليك زي ما انت يا امي اهي، بعد اذن حضرتك استني زي ما انت زي ما انت ماشي يا امي. ايه اللي بيحصل لو انت كذبتي؟ في ذبذبه هنا وبصله بالجهاز، وفي ذبذبه هنا انا بالموضوع، فمش هينفع حد يكذب. لا طبعا متفقين. انا واثق فيك انت يا حاج، انا مش واثق فيك انت. يعني عشان بصراحه مع بعضينا ماشي. ماشي. السؤال الاول هي هتقول بالياباني وهم هيترجموا لي وانا هترجم لكم بالعربي. ماشي. متفقين؟ اسمعوا لهم سقفه كبيره يا جماعه، اصحوا. هاي كومباوا كيومو يوروشيكو اونيغاي تاشيماسو. اوكي مبروك يا جت، قالت لك الحق ياما، سيد جاب اوضه نوم ثانيه في البيت لامه وقال لي مش عايز حد من امك ولا خالاتك يجوا هنا خالص، امي وبس، وانا جبت لها اوضه وتقعد معايا. هتقولي لها ايه؟ ما ينفعش طبعا، زي امك. يعني ايه اجيب لك اوضه انت كمان وتقعدي؟ لا يعني اي حد يجي يقعد على الاوضه. هنشوف. صادقه يا حاجه، سقفه يا جماعه. ではですね、先ほどの質問の正解が竜宮城へ来ました。で、竜宮城で玉手箱をもらって開けたら何が起こったでしょうか。 الله، السؤال ده محرج يا حاج، وانا والله واثق فيكي، بنتك بتولد ومبروكه بتولد، هتروحي لبنتك ولا تروحي لمرات ابنك؟ اوعي يا حاج، استني والنبي قول الصراحه عشان الذبذبات. بنتي. هتروحي لبنتك؟ بنتي. صدقه طبعا يا جماعه. الله، ايه العسل ده يا اخي. الله، بصوا انا واثق دي ان شاء الله النتيجه 100%. هو انا بس مش عارف في حاجه كده، مش عارف لغايه دلوقتي ماشيه كويس، ماشيه كويس الحمد لله. يلا يا باشا. هاي ده تسجي ですね. ですね私 が今 話しているのは日本語という言語なんですけれども皆さんが話しているもの例えばですね言語の中にはいろいろあると思うんですけども何を話していらっしゃいますか. حاجه سجي قال لك معلش يما، عشان خاطر ما بتحبيني مبروكه معهمش اي فلوس ولا اي حاجه، وانا اللي هجهز كل يوم، اجيب النمليه وكل حاجه يوم ولا اي حاجه. بالاخر كده مبروكه هتيجي بشنطتها، هتقولي له ايه؟ نسيبهم يا ابني ولا يا ابني؟ طالما ناس طيبين واولاد حلال ربنا يكرمك ونعمل فرح ونجيب الواد سعد الصغير. نعمل كده، ما دام مش طالع ربنا مدينا اعمل. طب ربنا مش مديني خلاص. طب هجيب بقى مطرب من الواد سعد الصغير ولا الواد الليسي؟ طبعا طبعا، انت العسل، انت عسل يا خالتي. سافر عادي انت. هو يا بصوا بقى، طالما انتوا ما كدبتوش انا عايز بس اسمعكم صوت الجهاز من عندي انا بس، اسمعي. ده ساعه الكذب والله ما اول ما بقى لنا 30 حلقه شغالين، اول مره الجهاز ما يزمرش، سبحان الله. انت منين يا عسل؟ مصر القديمه. منين يا عسل؟ ولا سلام لمصر القديمه وحلاوه مصر القديمه.